نتابع الآن وإياكم استغاثة أهالي حي الشرطة في قضاء المسيب بمحافظة بابل بسبب تراكم النفايات في منطقتهم بعد أن قامت القوات الحكومية بغلق الشارع ليصبح مكبا للنفايات. هذا حي الشرطة بوابة كربلاء المقدسة، هذا الوفود منها اللي تروح الكربلاء النجف البغداد كلها تفوت من هذا الطريق. شوف الحال بعينك انت وشوف. هذا طبعا شارع رئيسي يربط حي الشرطة بحي الجنابي. هذا الشارع من 2003 لحد هذا اليوم هو مسدود، انفتح العام ورجع هسه مطر، وشوف النفايات، شوف بعينك انت كلها امراض، مياه آسنة. شوف صور وضعية، شوف الوضع. طريق هذا طريق كربلاء بغداد الرئيسي، وهذا طريق فرعي مال المنطقة. الوضع الأمني هنا خير من الله، كل شيء ماكو، مسدود صار مكب للنفايات. يعني لا بغداد فتحوها، العراق كله فتحوها. يعني هذا الشارع هاك هسه انت قاعد تشوف بعينك، شوف الوصخ، باقي الجال طلعت، العالم طلعت من ضيم مالتها. يعني بس سمعوا اكو قناه هنا كيفوا، لان ما حد واصلها، منطقه واحد ما واصلها، صار يوم 6-7 سنوات ما حد واصلها ولا حد يوصلها. يعني خلف الله عليكم جيت، وهاي شوف هاي المعاناه مالتنا. وهذا شارع، هذا شارع رئيسي، ترى شارع رئيسي يربط هذا الحي بهذا الحي بشارع كربلاء. سادي سووا للنفايات وهاي المي مال الامطار والمدري شنو، ولا حد يوصله، لا حد يشوفه. البق ما كنا، الذبان ما كنا، وتدمرنا والله العظيم. I'm gonna die.